السلام عليكم. شوفوا شحال من جام لهاد الحاجة هادية، عند ربي راهي حاجة. اسمعوا الحاجة واش تقول. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. من ولاية الجلفان ارحب بكم، ومعكم مباشرة العاجلة بغتة زينة البنات. العاجلة انا وجدنا لك مفاجأة ان شاء الله. واش نجم مودي؟ انا معولين بعد كل العمر ان شاء الله الى مكه المكرمه. انا ما نروح ما نجيب عمره، ما نعطي دراهم يعطوها الملكه. وين هم دول يعطوها الملكه؟ توع العمره، توع السعوديه. السعوديه يعطوها الملكه. يا وكي ما نروحوش، واش كي ما نروحوش واش يصرى؟ كي ما نروحوش حنا العمره واش يصرى من بعد؟ ما يصرى من حد حاجه، نعطوها للفقراء المساكين. ما تروحيش عمره؟ هاو كي كنت عرب ونسقسي يقول لك على ما رحتش للبيت، علاه ما واش تقول لي؟ راهم يعطوا فيها الملكه انت. وين هم يعطوا فيها الملكه؟ وين هم؟ السعوديين. مال السعودي موش عرب ولا كيفاه؟ موش مسلمين؟ هاكا المسلمين يعطوا الكفار ما مش مسلمين. ياه. واش تقولي؟ واش تقولي يا الحاجه؟ واش تقولي انا سعود؟ انا سلول واش تقولي لهم؟ انا سعود. انا سعود السعوديين واش تقولي لهم؟ انا سلول هذو. نقول لهم اذا عدتوا تديروا هذا الخبر صح الله ينعلكم. عاودي امين 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 زيدي تاع صوت نحو على الكلام وتاع بون الخفار ديالو زيديه ما عاد زيديه تعاود هوليهوش يا الله يحجاكم معاه امين 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 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يطول عمرك يا الحاجه، وربي يخليك لولادك وولاد ولادك وبناتك، وراكي حاجة عند ربي إن شاء الله.